السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. بعتذر لحضراتكم إني ما عملتش فيديو أمس عن الدوري الإيطالي، بصراحة كان عندي ظروف. يعني متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 24/9/2023، والجولة خلصت. يوم الثلاثاء عندنا دبل ويك، هتبدأ الجولة السادسة بإذن الله تعالى. طيب اليوم إيموبيلي خسرت من انتر ميلان 0-1، احرز هدف انتر ميلان فيدريكو دي ماركو في الدقيقة 51. اتلانتا فازت على كالياري 2-0، احرز الهدفين ديمولا لوكما في الدقيقة 33، ماريو باشاليتش في الدقيقة 76. اودينيزي خسرت من فيورنتينا 0-2. وعندنا البولونيا تعادلت امام نابولي 0-0، تورينو تعادلت امام روما 1-1، احرز هدف روما روميلو لوكاكو. واضح ان لوكاكو بيشتغل مع الدوري الايطالي بس ما يرتاحش في الانتر، فبيشتغل دلوقتي مع روما ما شاء الله. والله مش قصدي احسده ولا حاجه، بس واضح الراجل بيحب الدوري الايطالي. واضح برضو ان مورينيو هيشغله كويس. هدف تورينو عن طريق دوفان زابادا في الدقيقه 85. طيب الجوله بدات متابعينا الكرام يوم الجمعه 22/9/2023، سالرنتانا تعادلت ام فروسونوني 1-1، وليتشي فازت على جينوا 1-0. يوم السبت 23/9/2023، ميلان فازت على هلاس فيرونا 1-0، احرز الهدف رافيالي او في الدقيقه الثامنه. ساسولو فازت على يوفنتوس 4-2، احرز هدف ساسولو ارماند لورينتي في الدقيقه 12، دومينيكو براردي في الدقيقه 41، اندريا بينامونتي في الدقيقه 82، وفيدريكو جاتي هدف المرمى بيلعب ليوفنتوس في الدقيقه 95. هدف يوفنتوس عن طريق ماتياس فينا في الدقيقه 21، هدف المرمى بيلعب لساسولو. الهدف الثاني عن طريق فيدريكو تشيزا في الدقيقة 78، سجل هدف ثاني ليوفنتوس. لاتسيو تعادلت أمام مونزا 1-1، أحرز هدف لاتسيو. شيرو موبيلي ضربة جزاء في الدقيقة 12، وهدف مونزا عن طريق روبرتو جالياردينى في الدقيقة 36. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الخامسة. متصدر الدوري الإيطالي متابعينا الكرام إنتر ميلان المركز الأول 15 نقطة العلامة الكاملة، ميلان المركز الثاني 12 نقطة، ليتش المركز الثالث 11 نقطة، يوفنتوس المركز الرابع 10 نقاط، فيورنتينا المركز الخامس 10 نقاط، اتلانتا المركز السادس 9 نقاط، نابولي المركز السابع 8 نقاط. شوف نابولي بكل النجوم اللي كانوا السنة اللي فاتت كان المدرب سباليتي هو اللي كان مظبطهم، لما مشي سباليتي خلاص هيرجع لمكانه الرئيسي تاني. ودي مش شماتة في نابولي، بس شماتة في المدير، في الراجل اللي هو مسؤول عن نابولي، اسمه ايه؟ رئيس مجلس إدارة نابولي، هو ده اللي هو رئيس النادي، لان هو اللي مشاه. الراجل كان عايز صفقات، والله مش انا مش مع حد، انا بوضح لك الامور، كان عايز صفقات عشان يقدر ينافس كويس في دوري ابطال اوروبا ويمكن ياخد الدوري ابطال اوروبا الموسم الجديد، وكان عايز كده، وكان عايز يكمل كل سنه ياخد الدوري الايطالي زي ما عملها السنه اللي فاتت، ولكن رئيس النادي قال له احنا كده زي الفل. فروسونينو متابعين الكرام مركز ثامن 8 نقاط، تورون المركز 9 8 نقاط، هيلاس فيرونا المركز العاشر 7 نقاط، بولونيا المركز 11 6 نقاط، ساسولو المركز 12 6 نقاط، روما المركز 13 5 نقاط، مونزا المركز 14 5 نقاط، لاتسيو المركز 15 4 نقاط، جينوا المركز 16 4 نقاط، سالارنتانا المركز 17 3 نقاط، اودونيزي المركز 18 3 نقاط، كالياري المركز 19 نقطتين، ايموبولي المركز 20 والاخير بدون نقاط. متصدر الهدافين متابعينا الكرام في المركز الاول لوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان سجل 5 اهداف، المركز الثاني اندريا بينامونتي لاعب ساسولو سجل 4 اهداف، ودوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس، وفيدريكو تشيزا لاعب يوفنتوس او كييزا يعني، واوليفيجيرو لاعب ميلان. المركز الثالث سجل 3 اهداف، اندريا كولباني لاعب مونزا، ودومينيكو براردي لاعب ساسولو، جياكومو لاعب فيورنتينا، ونيكولو كريستوفيتش لاعب ليتشي، ونيمانيا رادونيتش لاعب تورينو. مين ايه كلهم اتش كده؟ رافيالي او لاعب ميلان، هو مش لسه قايل اسمك اليوم من شويه تاني، اوليفي جيرو اوكي، وفيكتور اوسيمين لاعب نابولي ايضا. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. اسف على الاطاله، انا معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.